السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشروع رهيب جدا، عبارة عن ان هو يحول لك البرومت لصوت، يعني اي كلمة انت عايزها تمام تقول له جنريت، يبدأ يعمل لك الصوت دوت. مش بيعمل صور، هو متخصص في الاصوات. يعني انت عايز مثلا صوت بط مثلا، او عايز صوت قطط، انا قايل له هنا انا عايز صوت كلاب بتنبح وفي مسافة بحيث يبقى في زي صدى صوت موجود. فأي حاجة أنت تطلبها منه بيبدأ يعمل لك الأصوات. يعني مش محتاج، لو أنت بتعمل فيلم ومحتاج أي مؤثرات صوتية، تكتب بس اللي أنت عايزه. عمل لنا صوت كأن في حصان بيمشي. ممكن نقول له عايزين حصان مثلا. صوت عربيات مثلا. حاجة متخصصة وجميلة، إن شاء الله تعجبكم.